ما تأتي الدعوات التي تركز على أهمية حماية الأسرة، حمايتها من التشتت والدمار واستقرارها، ذلك يكون عن طريق عدم الوصول إلى الطلاق. لكن اليوم رح نمشي عكس الاتجاه وعكس المسار ونتحدث عن الطلاق وفوائده في حال وصلنا إلى هذه المرحلة. ضيف اليوم في حقك تعرف هو الدكتور خليل زيود، المستشار الأسري والتربوي. حياك الله معنا دكتور خليل. حياك الله، يا مرحبا دكتور خليل. خلينا نتحدث، متى يصبح الطلاق أمرا ضروريا؟ الطلاق هو المرحلة التي تنقذ الأسرة من الدمار. إذن متى يصبح ضروريا؟ ماشي، يصبح ضروريا في ثلاث مناطق. أولا أن نعالج المفاهيم المغلوطة ضد الطلاق. المفهوم الأول ضد الطلاق أن الطلاق شر. اثنين أن الطلاق حل أخير، وهذا غلط. والأمر الثالث وهو ضروري جدا أنه إحنا نتعامل مع الطلاق دائما من وجهة نظر المجتمع، إنها راح تتشتت وتصير مطلقة وما راح يتقدم لها إلا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. فهذه النقطة الأولى، إنه أول خطوة عشان يكون الطلاق ضروري إن ننظف المفاهيم التي علقت بالطلاق والطلاق براء منها. الأمر الثاني وهو ضروري جدا، من يأخذ قرار الطلاق؟ ليس الزوجين، الزوجين بوجود متخصص. ما حدا يجي يقول الحكمين فبعثوا حكما من لا، ما لهم علاقة الحكمين، الحكمين يجمعوهم عشان يصطلحوا، بس المتخصص التربوي أو الأسري أو النفسي هو الذي يستطيع أن يقول هذه العائلة صعب تكمل أو هذه العائلة يمكن تكمل. الأمر الثالث وهو في غاية الأهمية، إحنا لازم كنا نوقف عنده، لما نتحدث عن الطلاق إحنا نتحدث عن مرحلة جديدة من الحياة وليس مرحلة جديدة من الدمار. يعني هذا ما بستناه إنك تحكي دكتور. الآن في بداية إجابتك قلت إنه مشكلتنا ترتكز على إنه أنا لما أطلق مين رح يتقدم لي؟ هذا الشخص غير الكفؤ، وهذا ما يوحي إلينا المجتمع والبيئة المحيطة. نعم. ليه دائما بنركز على مرحلة ثانية؟ ليه دائما الطلاق مرتبط بزواج مرتقب؟ ليه دائما نعتقد بأنه شريك الحياة لازم أن يكون موجود معنا على يعني طوال مسيرتنا في الحياة؟ طبعا هي أولا هي إشكالية، إشكالية التعامل مع الزواج على أنه هدف وليس مرحلة. بالضبط. هل تستطيع الفتاة أو الشاب أن يعيش طول حياته بدون زواج؟ طبعا، ومن الممكن ينجز وينتج. يعني أنا ما أطلق مثلا لأنه في شخص فلاني غير كفو راح يتقدم لي، إذن لا أنا برضى بالفتاة حتى ما أعيش تجربة ثانية مخذولة فيها؟ تماما، هذه قضية لازم إحنا نفككها. بس خلينا في البداية أنا وياك نأسس لقضية مهمة. لما نتحدث دائما عن فكرة الطلاق دائما نتحدث عن القوة النفسية للإنسان، المساحة النفسية. يعني أنا تجيني مرات بعض البنات تحكي لي دكتور أنا بدي أطلق، وضعي 1-2، أحكي لها أنتي لا تطلقي مع أنه وضعها سيء. ليش؟ لأنه تكون ما عندها القدرة تشيل تبعات الطلاق من نظرة المجتمع، أو تقاوم، أو يكون وضعها الاقتصادي سيء جدا، أو يكون تعليمها سيء، أو يكون عندها 10-9 أولاد ويكون متقدمة مثلا في العمر، فبدائلها ما بعد الطلاق أقل وفرصها أقل في الحياة مش في الزواج. تمام؟ فهذه نقولها لا، واحدة ثانية تجي بنفس الصفة نقولها طلقي لأنها قادرة توقف على رجليها، لأنه حجم الضغط ما بعد الطلاق كبير. هذا ما يخوفنا، هذا يخلينا بس نعد أنفسنا وقدر لرجلك قبل الخطو موضعها. طيب في ظل هذه الظروف عندما تكون الإنسانة اللي معرضة للطلاق أو تسعى إلى الطلاق لديها ظروف صعبة، ألا تستطيع أن تواجه هذه الظروف؟ لما الطلاق يكون مقترناً بإنسانة قوية؟ لما نقوي هذه الفتاة الضعيفة؟ ممتاز، عشان نقويها بدنا نشوف هل هي قابلة للتقوية ولا لا؟ بدنا نشوف هذه الفتاة واحدة تكون مكاتبة عليها مديونة لزوجها، يكون مكتبها شيكات. هذا موضوع آخر. هذا ليس موضوع آخر، هذا هو موضوعنا، ما في موضوع آخر. هذه الفتاة لما تكون مديونة ويكون زوجها كاتب لها الشيكات وهو اللي عم يدفع عنها الأقساط، فيقولها بدك تطلقي ماشي أنا ما راح أقسط عنك، وأنت في الوجه في المحاكم والمغافر. فهي أقولها تطلقي لا، لأنها إذا اطلقت راح تتدمر. طبعا هذا خطأها في البدايات، وإحنا نادينا وصرخنا أكثر من مرة يا بنات ما تستديني عشان زوجك، ما تكتبي شك عشان زوجك، ما تكتبي كمبيالة عشان زوجك، لكن ما حدا يرد. اثنين، الأمر الثاني وهو ضروري جدا، أنا بدي أقويها، بدي أشوف له يكون هو وضعها، يعني تكون متقدمة في العمر ما معها شهادة وما تقدر تتوظف وأهل ما في يدعموها، أو يكون مرات الأهل بالعكس عنده موضوع الطلاق مصيبة، هذه أقولها تطلقي وأرميها في الشارع؟ لا، ولكن أنا هذه أدور لها بدائل. ما البدائل؟ حسب كل حالة أقعد أنا وياها ونشوف ما البدائل التي لديها، شو الخيارات اللي ممكن إحنا نشتغل معها عشان نخففها من الضرر في الزواج الواقع عليها. الوجود الأطفال، أنت أشرت أنه ممكن يكون عندها عدد من الأطفال وهذا يعيق نجاح الطلاق. لا،
ممكن يعيقها؟ لا، الأولاد لا يعيقن، بالعكس الأولاد يشجعها تتطلق. ليه؟ لأنها عم عشان تربيهم في بيئة نفسية جيدة. يعني تخيلي واحدة تنضرب من زوجها الصبح ومساء، هدول الأولاد كيف سينظروا لأمهم؟ باحترام؟ طبعا لا. وبالتالي عشان الأولاد لازم تتطلق، مش عشان الأولاد تضلي. لكن احنا مشكلتنا مو في الأولاد، مشكلتنا أما بعد. يعني قادرة تصرفي عليهم، قادرة تدفعي لهم أقساط مدارس، احنا هون نشتغل. مشكلة مادية بالضبط، مشكلة مادية، مشكلة نفسية. مرات تكون هي هشة، هبلة، ضعيفة. صحيح. يعني هي نفسيا ضعيفة، عقليا ضعيفة، ما تعلمت ولا تطورت تماما. فما أجي أقدر أقولها لا يلا وتنظر إلى الزوج بأنه الكيان الوحيد موجود في حياتها، المخلص الأعظم لها في حياتها. هذه إشكالية، عشان قلت لك ندرس الحالة، ولكن يجب أن يوضع الطلاق دائما في بالنا، وقد يكون خيار أول. إذن ما هي فوائد الطلاق؟ أوه، فوائد كثيرة. خلينا أول نتحدث. فائدة من فوائد الطلاق هي أن تتخلص من الضغط النفسي، أن تتخلص من الاستبداد. شفتي أول ما كانت العصا مع موسى يتكئ عليها ولها كثير من الفوائد، ربنا قال له ألقها، فكان متمسكا بأفعى. كثير من العلاقات اللي احنا متمسكين فيها تشبه الافاعي يا ايات، فلما نتخلص منها فعلا تكون افعى حقيقيه انا كاين عايش عندها. انت حكيت نتخلص من الاستبداد. نعم. ما هو الاستبداد؟ الزوج يكون مستبد بزوجته. كيف يكون استبداد؟ ما تروحي ما تجي الا باذني، فتش عليها ما في موبايل الا باذني، الفيس الاكونت لازم يكون الباسورد ما عشان يصير يشيك على المسجات، روحتها عند اهلها باذنه، انجازها اي شيء في الحياه لازم يكون باذنه. هذا يكون مريض نفسي، عرفت، يكون شكاك، يكون عنده شكل. والمجتمع يصوره بانه رجل بطل عظيم، قوي، عظيم، زلمة، وهي مشكلة، ولكن هي مو مشكلة مجتمع، هذه مشكلتها هي. المجتمع طبيعي يعمل هيك، المجتمع لن يصفق لك إلا إن كنت واقفاً، سببنا منه المجتمع. بس أنت على مستوى الفرد لازم تكون أنت قد حالك وتنزعيه عن كتافك زي الجاكيت، لما تذيق تشيلها. وأنا احترام لقناتكم حكيت جاكيت، ولا ممكن نحكي مصطلح ثاني تماماً. فأنت عشان تتخلصي أول خطوة من خطوات التغيير، أول خطوة من خطوات الطلاق الحقيقية، أنك تشيليه عن كتافك عشان يصير حملك خفيف بالحياة تماماً. ومهما كانت الحياة بعد الطلاق أصعب، أصعب منها وبقاء في زواج يستهلكك. البقاء في زواج مشكلة، مرعب. شوفي القرآن وضع قاعدة مرعبة وعظيمة ورائعة. ماذا قال؟ إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعود للحديث عن الفوائد للطلاق. نعم. نستكمل. قلنا إذن أول شيء أنت تتخلص، يكون عندك تتخلص من هذا الاستبداد. الأمر الثاني ما هو في غاية الأهمية، صير تبحث أنت عن خيارات، تصبح لديك خيارات في الحياة. أنت لما تكون تحت جناح المستبد ليس لك خيار إلا هذا المستبد الزوج تماما. فأو الزوجة تكون مرات مستبدة بالزوج، فالطلاق هو الذي، لذلك القرآن قال يغني الله كلا من سعته، كل واحد منهم. إذن الأمر الثاني الجود، وجود خيارات كثيرة في الزواج، في الدراسة، في السفر، في العمل، في الحياة، في الإشراق. في كثير من الفتيات تلاقيها ما شاء الله منورة، تقول انت نفسك فلانة اللي كنتي، تقول انا اتطلقت، فتلاقي انها وجهها منور، امورها تمام، وتنطلق في الحياة وتنجز. ليه؟ لانها تخلصت منه فاصبح لديها خيارات. الفائدة الثالثة وهي مهمة جدا في موضوع الطلاق، انك تكون صاحب قرار. انت لما اتطلقتي، لذلك كثير من الفتيات اللي تكون تعاني اقولها ما تتطلقي، روحي اخلعيه. ليه؟ عشان تشعري بينك وبين نفسك انه هذا قرارك، انه انت اللي تخلصتي منه. قد يكون بدك منه فلوس، انا اقول ده دائما إذا استطعتي أنك تتنازلي عن هذا المبلغ البسيط مقابل أن يسجل أنك أنت تخلصتي منه، أنت خلعتي، أنت يعني أنت نجوتي منه، فيكون هذا في تاريخك أنك أنت اللي خلصتي منه، يعني بدون فكرة أن يستبد بك في فكرة المحاكم أو القوانين أو التشريعات. المشكلة بالقرار، تأتي الفتاة وتقول لم يكن قراري، إنما كان بإقناع أهلي وإجبارهم والضغط منهم، لأنه شافوه نسيب غير مناسب أو شخص غير، يعني مش معززني، مش مكرمني. وهي تنسى كل المشاكل وكل الضغوطات اللي كانت تعاني منها في ظل وجود هذا الرجل في حياتها. يعني في ليه دائما نتملص من اتخاذ القرار ونرحل تبعاته على الآخرين؟ جبناء، الجبناء خوف، الجبناء لما تكتشف هي في الحقيقة وأنها كانت تخاف من الوهم، ما في إشي خايفة منه، هي كانت تخاف من اللاشيء، من اللاشيء بس. وكانوا كما قال أبو طيب المتنبي لما قال وضاقت الأرض حتى ظن هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، لو شاف أي إشي يحس يخاف منه. وهذا نفس الإشي، على وعسى أن يكون رجلا، ليس مو موضوعي، هو في عينها كان مخلصا، لكن على أرض الواقع لم يكن مخلصا. تعرفي في ناس لما يتبهدل يكون مبسوط، فهي اعتادت على ذلك، لما تعودت انها تتبهدل وتتلطش تعتقد ان الحياه بس هيك، تبع
تبع لهذا الرجل. نعم تابعة له. مرات يكون إنسان مبسوط من حد يدعس عليه ويخبط عليه فيتكون مبسوطة. إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. فتقول لك عادي ما هو هذا الموجود، ما كل البيوت هيك. لا، ليست كل البيوت هيك. في بيوت مبنية على السكينة والرحمة والمودة، على المناصفة، على المشاركة، على المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. هيك البيوت تقام. بعضهم يقول إن هذه مثاليات يعني غير موجودة على أرض الواقع. يعني هو لا يستطيع يثبت ذلك. اللي يقول هذه ليست مثاليات، بأي معنى مثاليات؟ بالعكس، البيوت موجودة، نختلف ونتطاوش. شوفي، كل شيء ينحل في العلاقات الأسرية إلا الضرب. في اللحظة التي يمد الرجل يده على زوجه أو المرأة تمد يدها على زوجتها، هذه لم تعد علاقة أسرية، صارت علاقة حيوانية. ظل عايشين في غابة، ما في الضرب خط أحمر، كله نصلحه ولكن لا يصلح الضرب. لما يمد إيده، إذا أنت لازم تعيد النظر مرة ثانية في العلاقة كلها. ليه؟ لأنه أصبح الدماغ قد تبرمج أن هذا الكائن لا يتعامل معه إلا بالضرب، وهذا لا يكون إلا في السجون أو في حديقة الحيوانات. طلقت وهي مستهلكة مستنزفة، عانت الأمرين. نعم. هشة. نعم. كيف تستطيع إصلاح ذاتها بعد هذه المعارك التي خاضتها؟ لا تدخلي علاقة مباشرة أول واحدة. ليه؟ لأنها ستكون علاقة لجوء وليست علاقة حقيقية. إياكي بالضبط، هروب، سميها ما شئت أن تسميها. لذلك لما نقول للفتاة لما تخطبي بعد سنوات من الحب والعشق وبعدين تتطلق، إياكي تروحي تهجمي على علاقة جديدة لكي تقولي للشخص الآخر أو تقول لها أنه أنا والله كل البنات يتمنوني، ها شفت جيش من النساء بعد أنا ما خلصت منك، أو هي تقول له شفت الشباب كلهم يركضوا وراي. هذا كلام غير صحيح. أول خطوة إياكي أن تقترني بعلاقة جديدة، واحد. اثنين وهو الأهم، اشتغلي على ذاتك، طوري من أدواتك. تقدري تكملي دراسة كملي، تقدري أنك تسافري سافري، تقدري تشتغلي على حالك اشتغلي. لا تنسي حالك عشان الأولاد. ليه؟ لأن الأولاد يتربوا لما يشوفوا أم قوية، يتربوا لما يشوفوا أم قد حالها، دارسة مثقفة واعية، تسافر، عندها استقلال اقتصادي. لذلك نقول للبنات الآن اللي على وجه الزواج، إياكي لا تفرطي بأكبر زواج، ولا تفرطي بشغلك، ولا تفرطي برخصة القيادة السواقة، ولا تفرطي بشهادتك. هذول مهمات، هذول ممكنات للمرأة إنها تعيش حياة مستقلة وعندها ذات إنسانية عظيمة. الآن أنت قلت أطفال، أطفالك يشوفوك امرأة قوية. بعض النساء بعد الطلاق يلجأن إلى التنازل عن حضانتهن لأطفالهن بقصد الوصول إلى أهدافهم اللي حرموا منها من ناحية دراسة، مهنة، سفر. وين المشكلة؟ هل تؤيد هذا القرار؟ طبعا إذا كانت بدها خلي، وين المشكلة؟ حقها. المشكلة المجتمع ينعتها بالقاسية، بالأمور. لو كان المجتمع بده يمسكنا مع منا هذه الحلقة يا آيات، وأنا بدي أقعد عند المجتمع، ما حكيت هذا الحكي أنا وياكي. لنقعد عند المجتمع كان جينا وحكينا أنه سكن ورحمة ولا تتطلقي، والمجتمع يضحك عليكي. لذلك قصدنا أن نسير عكس التيار. لا 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 لا, لا أنت سيبك من التيار، أنت تعيش وفق أنت من أنت مرتاح. عجب التيار أهلا، ما عجب التيار وحر. يعني أنا لا يعنيني كثيرا ماذا يقول التيار، أين اتجاه التيار. أنا الذي يعنيني هل أنا متصالحة، هل طب هو الأولاد لهم اثنين مش إلك لحالك. لذلك أنا عندي مشكلة مع الزوجة التي بعد الطلاق تحرم الزوج من أولاد أو العكس. غلط. في منهم يكونوا قاصدين، وإن كانوا قاصدين إذا قادر بدها تنجز وتدرس، وين المشكلة؟ لا، قاصدين بهدف إذلال الآخر، إنه تحمل المسؤوليات تبعها. ذلي بس شو دخل الأولاد؟ يعني الأولاد إذا كانوا في يعيشوا معززين مكرمين ماشي، بس إذا ما كانوا يعيشوا ليه تروحي؟ ليه تقبل أنك تبعثي الأولاد إذا كانوا أولادك رح يتبهدل؟ وغلط، مو ذنب الأولاد. ونحن في صدد الحديث عن وجود الأولاد والأطفال في العائلة، إذن الطلاق المبكر كم يلعب دورا مهما في تجنب تبعات الطلاق اللي قاعدين نتحدث عنها؟ لا، في جملة قبلها، كم تأجيل الإنجاب يلعب دورا مهما في إذا جيت تتطلق تكوني أمورك تمام. عن عدم الإنجاب المبكر، أجلي الإنجاب أول في أي زواج، أجلي أول سنة سنتين الزواج الإنجاب عشان نشوف العلاقة يزبط، تجيب لها أولاد ولا لا. ربوا بعض عشان تعرفوا تربوا أولادكم. بس إذا أنتم مو متفاهمين لن رح تجيبوا وقود وحطب للموقد، ما راح تجيبوا زهرات وبتلات تزينوا فيها بيتكم. بالنهاية دكتور، ننوه للمشاهدين بأن إحنا ما قاعدين نشجع على الطلاق. لا، ولكن لا نشجع. أنا شخصيا أشجع. أنا علي. لا أشجع. لا أنا أشجع عليه. شوفي سورة الطلاق كم آية؟ 12 آية، فيها 11 موضع تتحدث عن الفرج بعد الشدة. ماشي، الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث ضعيف سيبك منه. الآية 12 آية، القرآن يقول إياك. ولكن هذا لا يعني بأنه من أول خلاف نلجأ إلى الطلاق. إذا كان أول خلاف في ضرب، أول خلاف كسر إيده، يتعدى الضرب. لا، موضوع ضرب آخر ما يزبط، مش موضوع آخر. ما في، شوفي، ما في إنسان على وجه الأرض ما يحب السكن والاستقرار. ما في واحدة تروح تتطلق لأنه أجع بالها تتطلق، ما في ولا واحد. لكن من الطبيعي أن يكون هناك خلاف في وجهات النظر. اتفقنا، في المرحلة خلاف الأولى. خلاف وجهات نظر قضية أخرى، نجي على حلقة لكن ضرب مستحيل. نجي نحكي على بحلقة عن الخلافات الأسرية وكيف حلها.
نتدرج حتى نوصل للطلاق أو نبدأ بالطلاق، لكن ما في إشي اسمه من أول خلاف. قد يكون أول خلاف كارثي، قد أول خلاف يكون كذاب، يكون في عنده أشياء في فترة الخطوبة كذب عليها فيها وكذب مركزي، تضلي معه لا ما تضلي معه. الكذب والضرب ما يجتمعوا في بيت زوجية، خاصة الكذب في قضايا مركزية وقالها أنا وأنا وأنا، ولما جات وقت الجد هو ولا شيء. إذن هذا ما تضلي معه، ما ضربها، ولكنه كذاب، وكذاب في قضايا مهمة ما تضلي معه. دكتور خليل زيود، من هنا انهي حديثي معك، وللحديث بقية بإذن الله تعالى. كل الشكر لك دكتور خليل زيود المستشار الأسري والتربوي، شرفتنا اليوم. شكرا يا آيات، وأنا سعيد فيك. شكرا.